السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي شهوات أم العربي، غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد، بما أنه الحال سخن غادي نوجدوا واحد الكلاص منزلي. ما غادي نعطي لكم مكونات اللي ممكن أي سيدة تكون عندها في البيت. فديجا منزلاه معكم بلا كريم فريش، ما غنديرش القشدة الطرية اليوم، مي غنعوضها ببودرة الشانتيي. دايراها ضروري من القشدة الطرية، هنا غندير غير الحليب. حاجه اخرى، صوص كراميل كنديرها بالحليب مركز محلى، فغادي نوجدوا صوص كراميل ديالنا في البيت. دابا ندوزوا لطريقه التحضير والمقادير بحول الله. فغادي نحتاجوا كاس ديال الحليب، كاس سائل ديال الحليب ما يعادل 150 مللتر. غادي نحتاجوا كاس عنبه ديال السكر سنيده ما يعادل 125 غرام، معلقه كبيره ديال النشا، معلقه كبيره ديال الزبده، علبه ديال بودره الشونتيي 100 غرام، ومعها غادي نحتاجوا نصف لتر ديال الحليب اللي ضروري خاصو يكون بارد، وانا دايره في الثلاجه باش يبرد ليا. اول حاجه غادي ندوزوا نحضروا صلصه الكراميل ديالنا. فهنا كيف كتشوفوا كثرنا فوق النار، هنا العافيه راه مجهده، هانتوا غادي نقصها للاخر ديالها. غادي نحط الكاترونه ديالي، غادي ندير فيها هذاك الحبيبات ديال السكر، وغادي نضيف ليها واحد شويه ديال الماء. هذه السيدات اللي كيما كيصدق ليهمش بحال هكا، صافي بلا ما نحرك بلا ما والو، العافيه ناقصه. غادي نخلي هاد الكراميل السكر ديالي حتى يذوب يولي عندنا كراميل، ونحاولوا ما نديروش المعلقه ونحركوه. فإلا بغينا كاع نحركوه نبقاو غير بحال هكايا. في هذا الاثناء الحليب ديالي عفوا الكراميل ديالي راه كيذوب، غادي ناخذ هذه المعلقه ديال النشا وغادي نديرها في كويس حتى تخلط. غادي ندير معاها شويه ديال الحليب حتى تذوب من هذا الكاس، نذوبها عاد نضيف لها باقي ديال الحليب. هانتو صافي، هاد المعلقه كبيره ديال النشا ذوبناها في هاد الكاس ديال الحليب، وغادي نخليها هنا على جنب. هنا كيف كتشوفوا بدا كيذوب ليا داك السكر، دابا غادي نحاول ناخذ واحد الفوي ونحركو غير شويه بحال هكا، ونخليه حتى يذوب. مازال السكر هنا راه باقي ما داب ليش السكر، وباقي اللون حتى اللون ما خداش ليا داك اللون اللي باغا انا المدهن. فغادي نخليه على خاطرو غير تبعوا هاد الارشادات، وغادي يصدق لكم الكراميل. فانا حاولت نديرو معكم اليوم، وممكن نديرو بحالي بعض المرات كنشري الصوص كراميل جاهزه مباشره نخدم بها، انا عندي في الثلاجه ما بغيتش نديرها، بغيت غير نوريكم صلصة الكراميل. ها هي عندي انا دائما فاش كنخرج نتقدى ضروري نجيب هاد 10 دراهم ونخليها في البلاستيكه، وقت اللي بغيت الكراميل راه كنديرو. انا دابا بغيتها نوجدها قدامكم، بغيت غير نوريكم فاش كتكونوا تصوبوا فيه السكر هانتو كيحجر، فمن بعد الراسو ها هو كيبدا يذوب غير بوحدو. هانتو ها هو كيف كتشوفوا، فما تخليوهش حتى يولي اللون ديالو غامق، فخاص يكون اللون ديالو ماشي فونسي بزاف، يعني قهوي بزاف، لانه الا ولا قهوي بزاف فغادي يطلق لينا المروره. فحاجتنا به المره الاولى غير هكايا. هانتو ها هما دابو كيف كتشوفوا هانتو، هانتو دابا شنو غندير مني داب السكر؟ فغادي نضيف له هذيك المعلقه داك الكاس ديال الحليب اللي ذوبت فيه، هذيك المعلقه ديال النشا، ونبعد وجهي في هذه المرحله. صافي هانتو غيولي كراميل، غيولي محجر بزاف، فما تخافوش منه، هو غادي يبدا يغلى وغادي يبدا يذوب. هانتو هانتو
راه ساهل بزاف الا ضبطتوا الطريقه والمقادير، فهمت؟ هو غادي يبقى يغلى ويذوب لينا داك لي كاع داكشي اللي حجر ما غيبقاش. نبقى دائما وانا كنحرك حتى يذوب ليا كلشي، ما يبقى والو. كتشوفوا مني دابت لي كامله، هانتو ها هي. فدابا راه ساهله، غير تبعوا الطريقه عفاكم. هنا غادي نضيف هذيك المعلقه كبيره ديال الزبده وغادي نحركها حتى تذوب صافي، وغادي نطفي النار. وخاص علاش بدينا بلا الصوص كراميل؟ حاجتنا فيها تكون بارده، ما خصناش نديروها سخونه على البودره ديال الشونتيه. راه كلاص ساهل وفي المتناول، وإلا جاتكم غير الكراميل راها صعيبه، شريوها جاهزه ولا ديروا حليب مركز محلى كراميل. فانا زعما بغينا نقتصدوا ونديروا شي حاجه اقتصاديه، فبالسكر وحليب وزبده ونشا كميات غير صغيره وجدنا صلصه الكراميل، فكتجي لذيذه بزاف. ها انتوا راه بحال بحال اللي كنشري انا بعدا الجاهزه. هانتوا دابا نطفي النار وغادي نخليها حتى تبرد ليا مزيان، حاجتي فيها تبرد مزيان، وغادي نتلاقاو باش نكملوا الكلاص ديالنا. غادي ندوزو ونوجدو تتمه الكلاص ديالنا. فغادي ناخذ الحليب اللي كنت دايراه في الثلاجه بعدا يبرد، نصف لتر ديال الحليب اللي غادي ندير معاه علبه ديال بودرة الشونتيي. ممكن اللي ما بغاش يدير الحليب مع البودرة الشونتيي مباشرة يدير 500 مليلتر ديال القشدة الطرية ويطلعها. دابا غادي نطلعها حتى تولي عندنا شونتيي، مي غتكون خفيفة على الشونتيي. هنا كيف كتشوفوا مني طلعتها شويه، فهمتوا هي راه ما كتوليش بحال الشونتيي، مي كتقال شويه لان نورمالمون هذاك الكيس ديال 100 غرام كيدار في ربعه ديال الحليب. حنا راه درناه في نص لتر ديال الحليب. دابا غادي نضيف ليه هاد الكراميل ديالنا. طبعا بعد ما كيكون برد نوريكم عن قرب. ها هو كيف كيولي الكراميل ديالنا جاهز، خاصو يبرد ويعقد ليا بحال هكا. فدابا غادي نضيفو هنايا ونكمل التطراب حتى ينسجموا لينا مع بعضياتهم، وعاد غادي نتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كملتو هانتو كيجي كريمي بزاف. غير صدقوني جربوه لانه شي حاجه زوينه سهله واقتصاديه في البيت. فدابا لاضافه القرمشه للكلاص ديالنا، فغادي نضيف انا غير هذاك الخرطال او الشوفان اللي كنت وجدت معكم معسل بحال هكا. ممكن تضيفوا لوز، تضيفوا قرقاع، ضيفوا اي حاجه بغيتو. فانا غادي نخلطها غير باش مني يكونوا ياكلوا فيه تعطى ديك القرمشه. دابا الوليدات كيبغيوه، وكل ساعه انا غادي نجيب الكلاص، انا غادي نشري كلاص فنوجدوهم في البيت. وان شاء الله غادي ندير معكم كلاص بحال اللي كيتباع، يعني بولو ايس كريم. غادي نمشي غير نشري ليه المول ديال السيليكون ديالو لانه ولا متوفر، ونشري دوك العويدات ما عنديش في الدار. وغادي نوجد معكم ايس كريم ولا سكيمو في الدار. فهنا غادي ناخذ انا مول ديال السيليكون، ممكن ديرو غير مول ديال القراصه وتخويو فيه، كيف ممكن تخليوه هنا وتغلفوه بالبابي بلاستيك الغذائي ودخلوه المجمد، ومني يجمد لينا تبقاو تهزو غير بالمعلقه ديال الكلاص وتفرغوا في الكؤوس. فانا غادي ندير هنايا، واللي شاط لي غنخليه هنا باش نفرغو حتى باش نديرو معكم في الكؤوس يعني بالمعلقه. احمد باغي الكلاص صافي. هنا بركه يعني هنا خصني تمسح.
صافي غادي نحاول نقادو مزيان باش يتقاد ليا في المول مزيان بصح يديا. وكيف قلت لكم هذا اللي بقى فغادي نخليه هنا وغادي نهزو بالمعلقه ونديرو انا في الكؤوس ديال الكلاص ولا في زليفات ولا اللي بغيتو. فانا غنديرو معكم على جوج كيف قلت لكم بغيتو في المول. هذا راه كلاص كيجي عائلي، الا ما بغيتوش يجيب هذه الكميه كامله فممكن ديروا غير نصف المقادير اللي درت معكم. ها انتوا راه غير نص سترو ديال الحليب، يعني تيعطينا واحد الكميه زوينه. صافي دابا غادي نغطيه بالبابي بلاستيك الغذائي وغادي ندخلو للثلاجه. هو من الاحسن يبات ليله كامله الا ما زربتو عليه وما قضيتوش تبقاو تاي سالي حتى توصل للمده، فعلى الاقل 7 السوايع فباش يكون جامد لينا مزيان. وديك الساعه غادي نقدموه بالصحه والراحه. ممكن التقديم تقدموه باش ما بغيتو مزين بصلصه الكراميل بالشوكولاته انواع، يعني اللي بغيتو نتوما. فدابا غادي ندخلو المجمد غادي نغطيه وغادي ندخلو المجمد وغادي نخليه يبات ليله كامله. هادي لا صبروا ولادي لا ما صبروش 7 السوايع وغادي نشوفوه كيف كيجي. الكلاص ديالي من بعد ما جبدتو انا هنايا خليته بات ليله كامله، يعني خليته ليله كامله في المجمد. فدابا غادي نحيد عليه الورق هذا البلاستيك الغذائي وغادي نجيب الطبيصين فاش غادي نديمو ليه. فهنا كيف كتشوفوا جبت الطبسيل اللي غادي نقدم فيه، فغادي نقلب فيه المول ديالي طبعا وغادي نبدا. كتعرفوا ان المول ديال السيليكون راه ساهل دغيا يحيد منه. صافي نحيدوه بحال هكا. هذا هو الكلاص ديالنا، ساهل دغيا دغيا. فدابا كتزيين شنو غادي ندير؟ غادي نجيب هاد الكراميل، يعني انا عندي هادي ديال الفلون لا ممكن تزينوه باش ما بغيتو ممكن تخليوه غير هكا. فانا غادي ندير واحد خطوط بحال هكا عشوائية. تنكمل وغادي ناخذ هاد العقيق هذا حبيبات غادي نحاول نديرو كيبانو بحال كي اللؤلؤ فوق من الكلاص. هي فكرة وصافي ما نديرش شي إضافة أكثر من هادشي. فنديرهم فوق الكراميل باش يلصق عليه بحال هكا. ونوعدكم غادي ندير معكم انواع اخرى، فهي غير هكا عشوائي. وغادي نقدموه بصحة وراحة. هذا هو الكلاص، نتمنى يروقكم وينال الرضا ديالكم ويعجبكم وتجربوه. اما هذا الاخر اللي خليت حتى هو فغادي نجيب غير ديال الكلاص، يعني المعلقة ديال الكلاص غادي نجيب المعلقة ديالنا ديال الكلاص صافي. وغادي نديرو في زليفات على شكل ديبول فبحال هكايا. انا راه ولدي احمد كيتسنى على احر من الجمر مني صوته. صافي بحال هكا صافي حتى هو غادي ندير ليه كيف كتشوفوا هكا. صافي على هذا الشكل
وغادي نقدموهم بالصحة والراحة. نتمنى يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوه. وإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو واشتركوا بالقناة ديالي قناة هوات أم العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. عشان نقول لكم تلقوا في وصفة قادمة بحول الله، راه شي حاجة زوينة لذيذة. بغيت نقطع لكم طريف من هنا غير باش تشوفوا كيفاش تيتقطع. راه هانتو اوبس، نقطعو. بعد ما قطعت لكم بغيتكم تشوفوا كيف كيجي هذا الكلاص ولا المثلجه، فهي تتجي كريميه رغم انها ما فيهاش القشده الطريه وكتجي زوينه. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.